يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أماندوا ولا ليالوا أرناد وين إلهي سبحانه وتعالى القرآن كيسا نوقف فهي آيديه أدو ذا مغليسين أدو ذا فهميسين ونبهنين إن أندب أفسره أيو النوشيك نبينا صلى الله عليه وسلم وحبدا أدو بدا أيو النوشيك أحاديث كلا دوان أحاديث تقيبت أن خطبة العربية أنا كل شيء أنا وحر كتها تابان إياه وحكم إذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أما ندى قيمة هذا تسنيسا حديث الصحيحين قصة دي عمر بن عاص مركو أبو سفيان مركو أتى هرقل السجوا مركز أقول تجي إنه النبي صلى الله عليه وسلم حلف أقول هلا إنه رد قال لما طبعا قال كاسوين ومركز حكومة أوروبا يروك أصلا إيوه وحي كريستيان أمي سنونا مركو أتى جي أيوه وح أشاك شاك وح بدل أشاك ودعاية أيوه سوق كل جاي مركز سؤال ويدي وحو يري محو إذن فريا وحونا فريا بوري أمرنا بالصلاة والزكاة ووفاء العهد وأداء الأمانات وعدم قتل أولادنا كما هو معروف في حديث طويل حديث أبي سفيان في صحيحين وفي غيره. فلما ذكر هذا مركو الشاقي خصال كاس وناكس مركو الشاقي أي وحو يري هذه الخصال يا وحو يري وحيا بهاس خصال كاس لا يأمرها إلا النبي النبي ما يعد كلام فرتوي قال كوينا يا نهاية وحو فهمي معاني ذا أدوس الرئيسة يدبي عضها النوع عاصة قفا نص المين وسيا لك وحيا بهد عيو عجائبك أو النبي الشاقة صلى الله عليه وسلم حديثك لو صحيح وحاك كمذا إنه الشاقة مال حلي هورا ومدي هورا ورير بني إسرائيل دوعا مركي ومدي هورا اللي يرادو ومدي إسلام ومركي يتمد غالبا وحيو رعجة رير بني إسرائيل وحيو رنين آيات نني وحيو كتا رول بيارو كتا مركو كتا بيرتي صغا فرانا آية أي وحيو كتا حلي قندي أما سلد يرو أي كجرتي ذهب وكبوحو بيرت الحلو كهلا ويابي وابحيي وتجي نك بيرت وكجت وحول ولا لو ذهب كان بيرت كسر ذهب حي هو ذهب كذا غاض أنا وحن كذا تبي بير ذهب كام قدر مركز وحوري أنا ونا خينا وحوري بيرت يوحى كجرة هذا كأيبي شغلكم اللي ذهب كان غاض معناه واحد عقر تأسق اللي تيذهب كأنه سنوين ركا استهارة يوحى هرا لود دوجا قديم إسكيهين وبيرت سلاس يكسر سلاس وقبعه هذا ذهب كوجي ما بقى بكلب حلا مركز رسمه وحور أنا وبرت وحى كجر أذن كأيبي مية لا يوي ذهب أنا وبران كأقت ذهب كام قدر قاضي قال لسلا هذا أما أنا بفير إيمانك إذا كان عدد قاضي قبل كل وقت يقول لبلا ذا ورسدي أو أركني ولا بينه موقف يسكو أذن يهوي يري ما لا هذا هيبو يري ويل قانجارا كسوري متكم إذا سوري ها ويل يجوا كي كلنا وحور أنا جبرا يجوكت لبلا ذا إسكو درو يري مالك نسي يكو مالك لي شوف أخلاق دفيري وحكلاته أو سيدا سو كلاته دعضي أخلاق دفيري وناكسن تسيني سيدا سالحين تأه الإمام إمام الأيمة نكي لو بحيي الإمام الكبير أفرت إمام إمام في أقوينا دا أهان أقوه الرئي وحال إرادة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت ثابت كاس أبيس أول لليراء ورليان ذر كورتي دي فردوك لأه وولي أن غانقار لكن ولي أن غاري أن غورسن أو الدنيا بولي أن رحقلين وإسك السعودة أيها وحو أركي تفاحير جدك رحت الله تفاح هذا وان بهناي وسك قاتب وتدري تعالى لكن بير أيها ماشي كت الله تفاحه كبيرين وكر عدعة مركز بير تاسو جبت كده كسر عاي بود كاسو كسر تورمي وسك قاتب وسك عنا وسك سعودة حو قادي تفاح عن عناي وكم عانسلين وصل هاي ونك بير تاسك لا أولية وسبحي سعد كيس وجوجي بيرتي ورادي نك اسكلا هاي سو هي بارنا يا واهلي اضي يقتل وحور ادرو بيرتا صديق ما اسكلا انا اسكلا هوي وحور تفاحدان كعني تفاح حسن وحن دونيا ان ادي عفيسد اما ان كوميغو او اوغاتيد او كو دونيا وحور من كعفنا من اي دونيس
waxaan kugu maxaa jiro wiilader hal shay kugu cafinaya buu gabadha ii joogto wiiri inaad guursatid tilmaamaheedana waa ku sheegaya buu yiri waa dhega la'dahay waa indha la'dahay waa lugo la'dahay lugo ma leh caqlina ma leh buu yiri macnaha afna ma leh ma hadlayso qofka dhega la'dahay intaba ma hadli kariyaba kharsaa'a camyaa'a maaratay saas gurigay joogtaa waan qaacidata waa masaca karta oo mashluula mashluula way lugo laabanta waa wax wiilki yare waa naxay xeelata wiil yaro halkan fadhiya maanta dil dhilay gabar intaas qaado tufaaxin laga cafi maayo waa fikriyey wuxuu yihi ila laga cafi maayo tufaaxi calooshaadu ku jira dhiiggaa uu galay jirkaaga in cadaabka aakhira aad gashid iyo gabadha saas u liidato xaalkeedu saas inaad iska guursatid u kala doortay gabadha waa qaadanaya buu yihi su ugu cafi maysid waa kugu cafinaya buu yihi tawakalna cala allah ballantaas waa dhacday buu yihi khalaas iska fadhiiso wiil meel uu dejiyey xafladuu dhigay dadka u yeera cayaanta ahaa waa ku nikaaxay gabadhii isagoo sugaya gabar la xambaarsan yahoo la sido oon dhega lahayn oon indha lahayn aa waxaa loo keenay gabar caddaan badan oo qurux badan oo dheer oo isku toosan oo xijaab ku hugan yahay oo cajaa'ib leh qolkaas la galuu yidhi bal isoo arka markay hor fadhiistay ninka waa yaagay wiilka dhallinyarada ahay fajicisaa ka soo harta markaasuu wuxuu yidhi odagii usoo noqda markaasuu wuxuu yidhi adeer maxaad ii tiri gabar saasa gabadhaan waaba gabar aan caadiba ahaynba ayadaa ku sheegayso wiili orda ay mashquulna yiri shaqadaad qabso gabadha weydiiyey wuxuu yidhi bal horta ii waran waxaan uu aabbaha kaa sheegaayo sadaqa waalidii bay tiri runbuu kuu sheegay waa ina la'ahay bay tiri iyo weligay wax xaaraano inayga kuma taaban waa ka laabtay waana dhega la'ahay oo munkar weligay ma dhegaysan waana kharsa ayaan haya waa af la'ahay oo weligay munkar kuma hadlin waana luga laabanahay oo waxaan ahay bay tiri muqcada oo weligay uma soconay tiri adduunyana mar haadin wax munkarana uma socon saasuu ka waday bay tiri waa ku imtixaanaya hadde hoos umbuu ka qoslo gabadhiisii waxaa ka dhashay imaamkii abi xaniifa ka dhashay guurkaas habeenkaas la isu tegay thaabit guurkiisa iyo umu maaragtay nucmaan nucmaan ibnu thaabitaa ka dhashay oo imaam abi xaniifa ah maxay ka timid imaamkaas asalkiisa ammaanadii buu ka yimid xaaraantii calooshiisa uu isiri waa xaaraan tufaaxi weliba jidkan iska yeelay uu iska ilaaliyey ayuu ka dhashay qisadaas kulo marka ikhwata alcizaa haddii qisasta oo ammaanaadka ku timid laga hadlo ilaa caawa la gaaraya laakiin waxaan ku soo khulaasaynaynaa khudbadeen kow dadka maanta dhibaatada haysata waxa waaye waxay kula dhacday ammaano la'aan weliba ammaano la'aantaasi ku dhacday muslimiinta iyo gaaladii intaba waa la dhacay waxoodii haddii qof aan muslimba aan laa yarquuna fii muminin ila walaadima sidii gaaladii ilahay ku tilmaami kareeta qof aan mu'min ma dhaafayn gaalna ma dhaafayaa wuxuu dhaafaya male walaalkiis xataa oyisabtis dhale ma dhaafaya marka dad badanaa ammaanada markii gacantooda ku soo dhacdo ayay say rabaan ka yeelaan xoolaha muslimiintana iska dhacaan markaasaa laga yaaba haddana masaajidka inuu kaaga horeeyo uu cibaadadii kaa cibaado badan yahay walidaalika taasaa keentay sayid cumar inuu yidhaahdo qofka salaadiisa iyo soonkiisa uu kadin maayo ilaa ammaanadiisa aan ka arko taasaa keenaysa in muslimiintu ay isku raacaan kulligood inaysan bannaaneen in muslim iyo gaal midkoodna wixiisa la dhaco sida ilaahay aayaddii uu noogu sheegay suuratu alaxzaab aakhirkeedana waxa waaye dadka xoolaha ammaanaadka dhaca nabigu noo sheegay sallallahu calayhi wasallam munaafiqiin uu ilaahay ku tilmaamo nabiguna ku tilmaamo sallallahu calayhi wasallam oo waa tii aayaddii layucadib lahu munaafiqiin wamunaafiqaat nifaaqaasna nabigaa fasiray oo xadiidkii ibnu cumar waata uu yidhi thalaathun man kunna fi aayatu lmunaafiqi thalaatha ida xadaa kadaba waida wacda akhlafa waida tumina khaana haddi mar uu khiyaano samaynaayo waa munaafiq munaafiqu meeshuu tegaayana fii suurati maaratay nisa ayuu alla ku sheego fii darki alasfali min naar waay marka waxa weeye wax umuuraha muslimiintu ay lahagaagi la'yihiinna wax khiyaanaadka lagu samaynayo ammaanaadka muslimiinta bal ama gaalada xataa lagu samaynayo waxaa isoo gaarto arrin aada looga nax ah inta hadda joogay kenya nairobi iyo meelahan in dad jaynees ah inta alaab laga soo qaatay dad badan oo ay ka soo qaateen dib aysan u celin ayna dhici karta inay masaajidka hadday rabaan qaarkood ay fadhiyaan oo salaad dukanayo yaa kuu baneeyey inaad gaal wixiisa iyo soo qaadatid iska qaadatid xataa hadduu muxaarib yahay ayaan lagu banayn ilaa xaaladda dagaalka uu ku jira maahine iyo kuwa dagaal ku jira waxay wataan maahine kuwa abriyada xataa kuma bannaano kuwa abriyada inaad dhacdid oon dagaal kugula jirin xataa ma ku bannaano marka nin aad u tagta ganacsi la gashay ee ku aamina dhowr jeer intaad alaab ku soo qaadatay isiri kan waa gadaashiisa xoogoo risq fiicanaa jiree bal xoogoo niyadda u dhis ee alaab kuu soo dhiibay haddaad gadaal marsato wallaahi uma wallahi adduunya aakhira wakhtaaraysaa waxaa kaaga roon inaad waxaaga inta muraadaysa wixiisa u geyso ee aad kadib adduunya soo bilowdo waxaa kaleetoon maaragtay iyadana ka mid a arrimaha in laysku baraarujiye mudan
وحيابها أماناتك هو نوعه وحأقوين دينت إلهي إلى دورة من الجاسين على مضض لكن شنك سوكو بينانو وحأقوين دينت إلهي توحيدك إلهي وخالصك عباداتك صلاة أقوين ته عبد الله بن مسعود وحليه هاي حديث كسرنا هذا وأسأل موقفك أو حليه هاي الصلاة أمانة والوضوء أمانة والكيل والميزان أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة والأسرار أمانة وأشدها وحان أقدر له الودائع وحيبها اللي يبتي هاي اللي يجري أما أدري الشركة نكون قلنا عن هذا اللي يجري أبو سيدر نوير ومدة أنا أقول لذا أنا قلت أنا أقول لذا برك كهرت الدين كأجهر رأي صلاة دان وصق هذا الحديث كاس موقف كوك أصحابي قوين دين كأجهر رأي صلاة داس هدي اللي يجري رح يعصر رح الفلاح وحواجك وحيصير عند سجيس ما حي له وقت لي أمانة إله أقدر يساج وقتها أمانة يسكت شنت الصلاة وقت قادو أديك أيو أمانة قويه هذا جاب السن بريحسابه كذا ما يصير حدك الله مذا وحلم مذا إذا كذا كل إلى آخر إلى صم لما نوح إلى كحرمي محرماتكنا يلي كل فاقيه ولذلك التعريف كأمانة وحال إلى ذابة الخلق الثابت من منظور حليها الأمانة ضد الخيانة هرت وحكوها لدي كوها وخيانة لكن مركل التعريفية تعريف كذا وحليها وحيرهن الخلق الثابت ودبع عدة خصوصا في نفس المرء قفك النفتيسة وحول بكفيرنا يراعي فيها حقوق الله وحقوق الآدميين عند القول والعمل والفعل مركو هلا يمركو حسمين عيبة حقوق ذي إلهي يتيب بني آدم كوحس وصنع مركبة مركا سوسك إلى لنا يا هدي وح قلنا مركبة وسك جينا يا هذا هو ولذلك حتى هذو جانسوا هيستو إنه كحد قد محرمات كإلهي أما حقوق ذي إلهي أو كتنت أما حقوق ذي آدم مينت لا يفعل ذلك لماذا لأنه أمين أحد لأمنه أمانة لوي أستجاب مركا وحول بمركا أمانة ذي كسر روري مركا دينتي أو دم كسر روري سها هديته وح لسفر وح لسكره قلب كلا بعض وحواي أسرارته تتك أدهي سدواي وحان أقصي وين مدة رهرك هذا أديك إنك الحيسة وتحال شعب عز وشجعي حديثك وشجعي وحواي أديك إنك أديك لحظة هذا خاص كإذن هذا تتك الأوشي كيسد وخطير وحال لم يدا أسرارته أمد كل يبني يسوع وح أسراره سد حوالها أكلت أي آخر أيك ودينية ولذلك الله وحوله إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عن المسؤولة وحا قدر ان لبدا تنهر كما در لكن اسرارته ان كبس درن با ودائع ده تدك ودائع دوده اي كو ديبتين ود ابن مسعود الله تاسا او درن اوليه طبعا مركه دينك لا ريبه توحيدك عباداتك محرماتك تاسا وحل اوغوين امانه الله با اوغوين وحل لكن حق التوبه دي كفدو دهيو مدان الهي وحا كو فلان كلين الهي لا بت اذا كن ايكاتا واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى انت ما لا ربا لكن مدان كل ان عيسيد واي هذا اسكو برباريسيد إحاراً كجرت حول هذا أدبدي سيد أدبدي سيد أدقن عسيت إذا شنكنا الدولار أد شن مليون قارسي سيدنا شن تم مليون بريه داتي راه شن تكون أسليبا كور مبنى عالم وحكا استئر رأس مالك أسكرنا شيء أسيك مديهين واحد أنا قي سيد واحد مركا يسكول أريني هذا وضد له هاي إسكا قابي إسكا سو أفجر هذيك لا بريب غير كوت ما هذا إلمين أي كاد أحلان إلمين حولها أحلان سير وانا كي يلاين وحبل قوي دي مايو هذا قال لك الغرفة رعيا قبر قي قيام ديسي وخضير مرك ما حكى فيدي سأديك مرك إن مالك هذا حرام كويس أديك أمال وجو عذابية وحكى لي تو حيابها أمانات يقلا ينكمل ذا النجا الصومالي وقت أمر برسنا دولة الآن مامون الآن قبيلة على هذا فكر قلدنا دين تلون سبينا وما تلاس الله ينعي فرقلين شو شيء يقال سير تكايليس وكو عياريس مسائب تحصل لأنه حهوي أبوه أمان الآن تأنا قاعد نقول نورنا النجم أمان أهين مرك إلهي عماشي المها جاجنا إن الله لا يصلح عمل المفسدين هدي قفل بقفتك لأي خيانة يسو وقفل بقفتك لأي قلب على أدوها يسو أو قبيل بقبيلك لأي تأو حقرها أما أو كحد قد بايو أسرارت ذلك أن لقي يبسنا يعادي قد ذلك أقولها مدقين ولقين أسر وحاوها مركة إن أمانة إلى أن يعدى لدى مركاس أيا وحنا صباحا حتى حكام يعني حكام صالحين حاكمك وحال لقد دونا يا إنه أقعد إنه مسؤول كيا ومضى حوله هذا يا ومضى أضمبا يا وإلى ليه إيه مثل كعور من عجيز هذا كره كان كشاق مي من بركان وكسفه أبو إنه حاله ومضى أقعد إنه حارن كيه لكن دو كله بحسن عيو صور بكيه لاي وعده رب السين عيو هو أديك سنة يأسو دنا أقول له هاي مبت بعد عيو نمك حفيز كجوجا أما وزير كا أما أقاسمها هدي أوسن شغالها أكتيس جوجا عدالة أسن أسميني أو أوسن أمانة أو مضى لي بتألا لنا إيه وهاي استقرق أسوق أول هايو كلاته ولي جن ما هاجين
وهكذا قف الباب وحي هيس إلهي ويدنا يا آخره معلنك أردده ومعلنك وياهي مسؤولك دتك مسؤول ياهي وهكذا غيرك أذق علمها أنت علمي لو ذق قال لك جيو والله قات أنت سبونسر لوجها بيو إن كنيسة لها مرتين لو قدقو إلا يراد ما ده هذا قال هذا يكنيسة لها مسؤولك أه جرو إيجار كيس يبيلك أنا هيك دعو إما لها لقى فدك درنا وأعظم ضياع الأمانة تعصب أهبا أنت اللي ضيع ذا أقوليته أو خطر سن محايا لو وحكست كل دعاء يوم القيامة مع ذريعة إلى دونان هذا آخر اللي قيدنا إياه بركوا الله إلهي أنك بغنو إلهي أنك صلى الله بنو أن أغانو إن إلهي حرير كيسا قاجنو أمانة إلهي أن توسنو ومد أمانة الحيادة أن توسنو وأن أغانو قول كان فعل كان إن الميزان شرعي سارنو أي خير الدنيا سعادة الدنيا إمد آخر أنه قدم إيسا إلهي وحن كبرينا أنه حقنا وفجي اللهم إنا نسألك رضا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم رد إلينا الإسلام وردنا إلى الإسلام ردا جميلا ورد إلينا شيخنا الشيخ محمد عبد أمل سالما معافا ردا جميلا إلهي الشيخ عاف ماذا الله نصيح إلهي نمتك سعلي رنتي وحواي وحواي منار الهدى وحواها يعني عالم ومد مالك سيجوك تؤيو مارتي كن نور ستأيو أهاي إلهي وحوان قبرينا في هذه الساعة الكريمة المباركة إلهي إنه عاف ماد عاجل أوسي وأسوى السعودة اللويس كل سعودة وفرح سنة وقسلة هيا ودعودي سماشي سكتو إلهي أوسي أروري مسلمين تم مالك سيجوك تن إلهي عزي إيا وناك إيا هرمرها الله سيجو عدو إسلام كالربا إن إلهي نقفتو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.